عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نكمل المحاضرة مالتنا الجزء الثالث للفصل الأول. أخذنا بالمحاضرة السابقة الكارتيزيان كوردينيت، فاليوم راح ناخذ السيركولر سيلندريكال كوردينيت، الإحداثيات الأسطوانية. بالإحداثيات المتعامدة اللي أخذناها قلنا الإحداثيات متكونة من الإحداثيات الكارتيزيان اللي هي المتعامدة X والY والZ. هسه هنا عندي بالإحداثيات الأسطوانية عندي رو اللي هي نصف قطر الأسطوانة نصف قطر الأسطوانة، عندي فاي وعندي زت. الرو تتغير أو حدود الرو هي من الصفر إلى حد ما لا نهاية. حدود الزت، الزت اللي هو ارتفاع الأسطوانة، ارتفاع الأسطوانة من ماينس انفينيتي إلى بلس انفينيتي. الفاي تتغير من الصفر إلى التو باي، التو باي مثل ما تعرفون الباي هنا النظام نظام راديان، بالدرجات أو بنظام الدقري تعادل 360. التو باي الباي تساوي 180، التو باي 360. فهاي الزاوية إذا كانت تو باي راح تكون اسطوانة كاملة 360، إذا كانت باي راح تكون نصف اسطوانة، نصف اسطوانة. مثل ما أخذنا بالدوت برودكت إنه الدوت برودكت الأيرو في الأيرو، لأنه القانون مالت الدوت برودكت إنه أي دوت بي يساوي قيمة الأي في قيمة البي في كوساين الزاوية. فهنا أنا عندي أيرو دوت أيرو نفسه، أي إنه الزاوية اللي بيناتهم تساوي صفر راح يساوي واحد. أي فاي في أو أي فاي دوت أي فاي تساوي واحد، أي زت دوت أي زت تساوي واحد، والكروس برودكت راح هنا أي رو أي فاي أي زت إذا أمشي باتجاه عقارب الساعة راح يكون موجب. قانون الكروس برودكت مثل ما تعرفون إذا أي كروس بي راح يساوي قيمة أي في قيمة بي في ساين الزاوية اللي بيناتهم، ويكون باتجاه النورمال على التو فكتر، باتجاه النورمال على التو فكتر. فهنا هذا المخطط إذا نمشي باتجاه باتجاه عقارب الساعة النتيجة راح تكون موجب، يعني أي رو في أي فاي راح ينطيني أي زت، أي فاي في أي زت راح ينطيني أي رو، أي زت أو كروس إحنا نقول فيه نقصد كروس، أي زت كروس أي رو راح ينطيني أي فاي. هنا هذا هاي جزء من الأسطوانة، الرو اللي هو نصف قطر الأسطوانة اللي يحدد إشقد قطر أو إشقد نصف قطر الأسطوانة، الفاي هاي الزاوية اللي هي قلنا عليها أنه تتغير، الفاي تتغير من الصفر إلى حد التو باي، من الصفر إلى التو باي. الزيت يحدد ارتفاع الأسطوانة، فأنا عندي هذا الإليمنت، هذا الجزء من الأسطوانة وهذا جزء من الإليمنت أو الديفرنشيال إليمنت، الديفرنشيال إليمنت. الجزء اللي راح شي يساوي للديفرنشيال إليمنت ديرو، ديرو إذا أنا أخذت في جزء مصغر من هاي الأسطوانة، إذا الأسطوانة كلها هي رو بس جزء المصغر من الأسطوانة هو ديرو. هنا هاي الزاوية اللي هي هاي الزاوية فاي، بس هنا هذا القوس طوله شقد يساوي؟ هذا القوس يساوي رو دي فاي، رو دي فاي، وبالزيت راح يساوي لي دي زيت. مثل ما تعرفون انه طول القوس اذا كان في القوس بزاوية معينة شقد طول القوس؟ طول القوس هو يساوي الزاوية بالراديان في نصف القطر، مثل محيط الدائرة، محيط الدائرة شي يساوي لنا؟ القطر في النسبة الثابتة، القطر في النسبة الثابتة او 2 r باي، 2 r باي. الدائرة مثل ما نعرف الزاوية، الدائرة الزاوية مالتها شقد هي 2 باي،
في نصف القطر R فراح يصير 2R باي. فهنا عند الديفرنشيال إليمنت راح يكون دي رو رو دي فاي طول القوس، طول القوس اللي هو هذا القوس راح يكون رو دي فاي دي زد دي زد الدلتا ال، او اذا كان عندي لاين اللاين، اما هذا يكون بالرو يكون باتجاه الرو، فدلتا ال واحد اللاين راح يكون بارت واحد متغير او جزء واحد متغير والبعدين الاخرين ثابتين، بعد واحد متغير والبعدين الاخرين متغيرات او ثابتين، واحد متغير والبعدين الاخرين يكونون ثابتين. مثلا عندي اما يكون الرو متغير والفاي والزت، الفاي والزت راح يكونون ثابتين، او الدلتا ال هنا يكون الرو دي فاي، رو دي فاي مثل ما قلنا الفاي ما ناخذها وحدها، الفاي ما ناخذها وحدها لازم نضربها بالرو، لانه طول القوس يساوي نصف القطر في الزاويه، فاذا كانت الزاويه متغيره فاقول رو دي فاي، هنا الرو والزت ثابتين، او يكون الزت متغير والرو والفاي ثابتين. الرو دلتا فاي، الرو دلتا فاي هذا راح ينطيني رينج، الرينج نقصد به الحلقة، الرو دلتا فاي ينطيني رينج اللي راح يكون به الرو والزت ثابتين، الرو والزت ثابتين. الفاي تتغير من الصفر إلى حد التو باي. هنا مثال يقول أوجد المحيط لدائرة القطر أو نصف القطر مالتها أي، فإحنا عندنا الدائرة اللي هي الرينج أو الحلقة الدلتا إل مالتها الجزء المصغر مالتها هو رو دي فاي. زين الفاي منين تتغير؟ الفاي منين تتغير؟ تتغير من الصفر إلى حد التو باي. فإذا كان الجزء المصغر هو رو دلتا فاي، فحتى أوجد المحيط الكلي إلى الدائرة فيجب أن أكامل من الصفر إلى التو باي، هاي الرو دلتا فاي أكاملها من الصفر إلى التو باي. الرو هنا رقم ثابت، يعتبر رقم ثابت اللي هو يساوي نصف القطر، الفاي دلتا فاي بالتكامل راح يصير فاي، حدود التكامل من الصفر إلى التو باي، فراح مكان الرو أعوض أي، الدلتا فاي قلنا بالتكامل راح يصير فاي، حدود التكامل من الصفر إلى 2 باي، فالنتيجة راح تكون 2 باي أي اللي هو هذا محيط الدائرة. بالسيرفس راح يكون بعدين متغيرين وبعد واحد ثابت، بعدين متغيرين وبعد واحد ثابت، مثل المساحة، احنا مثلا خلينا نقول مساحة المستطيل بالإحداثيات المتعامدة أو بالإحداثيات بالكارتيزيان كوردينيت شو نقول عليها؟ نقول X في Y، يعني بعدين بعد في بعد. فهنا السيرفس بالإحداثيات الاسطوانية أو بالسيلندريكال كوردينيت راح يكون بعدين متغيرات، بعدين متغيرات وبعد واحد ثابت. فبحالة الزت ثابت من اللي يتغير؟ الدلتا فاي والدلتا رو. احنا قلنا الفاي ما ناخذها وحدها لازم نضربها بالرو، فالدلتا اس راح تكون رو دلتا رو دلتا رو دلتا فاي، رو دلتا رو دلتا فاي اللي هو هذا القرص، القرص هنا الزيت اللي هو الارتفاع مالت الاسطوانة راح يكون ثابت، اللي يتغير من هو نصف القطر والزاوية، نصف القطر اللي هو هنا نرمز له رو، نصف القطر رو والزاوية اللي هي الدائرة إذا كاملة فالزاوية تساوي لي 2 باي. مثال يقول أوجد أو find the area of a disk with a radius A. إحنا الدلتا S أو الجزء المصغر قلنا هو رو دلتا رو دلتا فاي. الرو منين تتغير؟ تتغير من الصفر إلى الأي. الفاي منين تتغير؟
تتغير من الصفر إلى التو باي، من الصفر إلى التو باي. فحتى أنا أوجد المساحة لهذا الديسك يجب أن أكامل هاي بالنسبة للدلتا را والدلتا فاي، دلتا را والدلتا فاي، فأكامل هنا الرو منين تتغير؟ تتغير من الصفر إلى الأي. الفاي منين تتغير؟ تتغير من الصفر إلى التو باي. عملية التكامل شلون تصير؟ أخذ الرو دلتا رو وحدها، الرو دلتا رو وحدها هنا في دلتا فاي. الفاي قلنا التكامل مالتها منين يكون؟ من الصفر إلى التو باي. فأنا أجر عملية التكامل هاي الأول واحد، أجر أعتبر هذا ثابت، بعدين أجر عملية التكامل الثانية أعتبر الجزء الأول ثابت. فهنا عندي المساحة أو الأس الدلتا فاي التكامل مالتها راح يكون فاي، حدود التكامل من الصفر إلى التو باي. والرو رو دلتا رو راح أكامل بالنسبة إلى الرو، راح يساوي لي رو تربيع على اثنين، الحدود التكامل من الصفر إلى الأي. فهنا الأول نتيجة مال أول واحد 2 باي، وهنا أي تربيع على 2، أي تربيع على 2 تختصر، فالمساحة للقرص راح تكون باي أي تربيع، واللي هو هذا قانون مساحة الدائرة، قانون مساحة الدائرة. الدلتا أس 2، الدلتا أس 2 إذا كانت الرو ثابتة من اللي يتغير؟ تتغير الفاي وتتغير الزيت. فدلتا أس 2 راح تكون رو دلتا فاي دلتا زيت، رو دلتا فاي دلتا زيت. طبعا هذا الشكل راح ينطيني اسطوانة مجوفة، راح ينطيني اسطوانة مجوفة، يعني اسطوانة واللي الداخل مالته يكون فراغ. الرو ثابت، الرو ثابت، من اللي يتغير؟ تتغير الزاوية اللي هي الفاي، زاوية الدوران مالت الاسطوانة، ويتغير الزيت اللي هو ارتفاع الاسطوانة. راح ناخذ مثال هنا، راح يقول find the area of right circular cylinder with a radius، الراديوس مالتها A والهايت اللي هو الارتفاع H. فقلنا هنا الرو ثابت، فنقول رو دلتا فاي دلتا زت، رو دلتا فاي دلتا زت، ومكان الرو نعوض، نعوض A، الفاي نعوض من الصفر إلى التو باي. فالدلتا فاي حدود من الصفر إلى التو باي، الزت راح يكون من الصفر إلى الH، الH اللي هو الارتفاع من الصفر إلى الH. فالناتج الاي اللي هو الرو عوضت بمكان اي، هذا ثابت، فالدلتا فاي بالتكامل راح تصير فاي، الدلتا زت بالتكامل راح تصير زت، وكل وحده مثبت عليها حدود التكامل، والاي هنا تعتبر ثابته، يعني حالها حال اي رقم اخر. فهنا راح تصير 2 باي اتش اي، 2 باي H A أو 2 باي A H، اللي هو هاي قانون المساحة السطحية، مساحة سطح الأسطوانة محيط الدائرة في الارتفاع، هذا قانون مساحة سطح الأسطوانة اللي هو محيط القاعدة، محيط القاعدة في الارتفاع. الدلتا S 3، احنا قلنا السطح راح يكون بعدين متغيرين، يعني احنا عنده اما الرو والفاي والزت، فبالسطح باللاين راح يكون واحد متغير واثنين ثابتين، يعني اما الرو متغيره والفاي والزت ثابتين، او الفاي متغيره والرو والزت ثابتين، او الزت يكون هو المتغير والرو والفاي هم الثابتين. بالسطح لا، عندي بعدين متغيرين وواحد راح يكون ثابت. فوصلنا الى الدلتا اس 3، الدلتا اس 3 اذا كان الرو الفاي ثابته، فمنو المتغير؟ الدلتا رو دلتا زت، الدلتا رو
دلتا زد. الفوليوم، الفوليوم اللي هو الحجم، راح يكون لثلاث أبعاد ثلاثتهم متغيرين، ثلاث أبعاد ثلاثتهم متغيرين. مثال يعني عندي الرو والفاي والزت، فراح يكون القانون للدلتا في أو الديفرنشال إليمنت، حجم، حجم الجزء المصغر، اللي الجزء المصغر اللي هو الديفرنشال إليمنت، ديفرنشال إليمنت اللي راح شي يساوي لي رو دلتا فاي، هاي حتى مالت القوس، رو دلتا فاي راح ينطيني الجزء المصغر او طول الجزء المصغر، وعندي دلتا رو وعندي دلتا زت. فبالتكامل لازم اذا اريد اوجد الحجم الكلي اكامل هاي الدلتا في، اكامل هاي الدلتا في. فعندي مثال هنا يقول اوجد حجم اسطوانه اللي الراديوس مالتها اي، الراديوس مالتها اي والارتفاع مالتها اتش، اللي يريد هنا الفوليوم، الفوليوم اللي هو الحجم. فقلنا الدلتا في اللي هو حجم الجزء المصغر، الرو دلتا رو دلتا فاي دلتا زت، رو دلتا رو دلتا فاي دلتا زت. الحجم الكلي أنا لازم أكامل هذا الجزء المصغر، نكامل هذا الجزء المصغر بالنسبة للرو وللفاي والزت. الرو يتكامل من الصفر إلى الأي، الفاي تتكامل من الصفر إلى التو باي، من الصفر حدود التكامل من الصفر إلى التو باي، الزت من الصفر إلى الأتش. فهنا هذا عند التكامل راح اخذ الدو الرو دلتا رو وحدها، والدلتا فاي بعد ما عندي شي بي فاي بس الدلتا فاي اخذها وحدها، والدلتا زت بعد ما عندي فد شي بي زت فاخذ بس الدلتا زت. فالرو دلتا رو التكامل مالتها رو تربيع على اثنين حدود التكامل من الصفر الى الاي، الدلتا فاي حدود التكامل مالتها من الصفر الى التو باي، فالدلتا فاي التكامل مالتها هو فاي، من اعوض من الصفر الى التو باي راح يطلع تو باي، الدلتا زت من الصفر الى الاتش، فالدلتا زت التكامل مالتها اتش، من اعوض من الصفر الى الاتش راح يطلع اتش، فراح الحجم الكلي راح يطلع باي اي تربيع اتش. الباي اي تربيع هي مساحة، مساحة قاعدة الاسطوانة، مساحة قاعدة الاسطوانة، والاتش الارتفاع. اذا حجم الاسطوانة هي او حجم الاسطوانة هو مساحة القاعدة في الارتفاع. راح نجي على التحويلات، التحويلات من الكارتيزيان الى السلندريكال وبالعكس من السلندريكال الى الكارتيزيان، التحويلات من الكارتيزيان إلى الاسطواني ومن الاسطواني إلى الكارتيزيان. عندنا قوانين، إذا أريد أحول من الاسطواني إلى الكارتيزيان إلى الأحداثيات المتعامدة، القانون مالتها أنه الX يعني عندي أنا عندي رو وعندي فاي وعندي زت، أريد أحولها للأحداثيات المتعامدة، فالقانون مالتها أنه X يساوي رو كوساين فاي، الواي يساوي رو ساين فاي، الزت نفسه بالكارتيزيان وبالسلندريكال الزت هي تبقى نفسها، تبقى نفسها. زين إذا أنا بالعكس أريد أحول من الكارتيزيان إلى السلندريكال، لازم أوجد الرو، لازم أوجد الفاي، ولازم أوجد الزت. الرو تساوي لي X تربيع زائد Y تربيع تحت الجذر. شلون أوجد الرو؟ X تربيع زائد Y تربيع تحت الجذر. الفاي شلون أوجدها؟ الفاي تساوي لي tan inverse Y على X، tan inverse Y على X. الزت اللي هي نفسها الزت، الزت اللي هي نفسها الزت. راح نجي بالفكتر، الفكتر انا عندي بالكارتيزيان اي اكس
اي اكس باتجاه الاي اكس، وعندي اي واي باتجاه الواي، وعندي اي زد باتجاه الاي زد. شلون احول نحول من السلندريكال الى الكارتيزيان، او من الكارتيزيان الى السلندريكال؟ فاذا انا عندي، اريد اوجد السلندريكال، فالايرو هذا القانون مالتها عندي، هاي الماتريكس او هذا القانون، شلون يتطبق؟ يعني الايرو راح شي يساوي كوساين فاي اي اكس زائد ساين فاي اي واي زائد صفر في اي زد، يعني صفر اذا اوجد الايرو. اذا اريد الاي فاي، اضرب الصف الثاني في هذا العمود، راح يساوي لي ناقص ساين فاي في اي اكس زائد كوساين فاي في اي واي زائد صفر في اي زد، يعني يساوي صفر. اريد الاي زد، صفر في اي اكس صفر زائد صفر في اي واي ايضا صفر، إذن زائد واحد في اي زد اي زد. إذن هاي التحويلات من الاسطواني، او هاي من الكارتيزيان الى الاسطواني، من الكارتيزيان الى الاسطواني. اذا اريد اوجد الاي رو، الاي فاي، الاي زد، استخدم هاي الماتريكس، اذا بالعكس عندي بالاسطواني واريد احول للاسطواني عندي واريد احول الى الكارتيزيان، راح استخدم هذا الماتريكس. هذا من ال... اريد الكارتيزيان، احول من السلندريكال الى الكارتيزيان، فالاي اكس يساوي لي كوساين فاي، اضرب الصف الاول، اذا اريد اول واحد اضرب الصف الاول في العمود، اذا اريد ثاني واحد اضرب الصف الثاني في العمود، اذا اريد ثالث واحد الاي زد اضرب الصف الثالث في العمود. فهسه الاي اكس شو تساوي لي؟ تساوي لي كوساين فاي اي رو زائد ناقص ساين فاي في اي فاي زائد صفر في اي زد، يعني صفر. الاي واي شو تساوي؟ قلت اضرب الصف الثاني في العمود، فراح يساوي ساين فاي اي رو زائد كوساين فاي اي فاي زائد صفر في اي زد. إذا أريد الأي زد، صفر في أي رو زائد صفر في أي فاي، طبعا يساوي صفر، إذن الأي زد يساوي الأي زد هنا. مثال، عندي نقطة بي، مطينيها بالنظام الأسطواني، الآر يساوي 6، الفاي تساوي 125، الزد تساوي ناقص 3، وعندي نقطة كيو، منطيني اياها بالكارتيزيان، بالاحداثيات المتعامدة اللي هي الكارتيزيان. هسه يريد فاين ذا ديستانس، البعد، البي الى الاوريجين. زين البي انا هيك صيغة، انا ما اقدر اوجد البعد الى نقطة الاصل، فلازم ايش اسوي؟ احول من الاسطواني الى المتعامد، اوجد الاكس والواي والزد. الاكس تساوي حسب القوانين اللي اخذناها، الاكس تساوي ار كوساين فاي، فطلعت قيمة الاكس. الواي تساوي ار ساين فاي، طلعت 4.9. الزد هي نفسها، فاذا نقطة بي بالكارتيزيان، نقطة بي بالسلندريكال تساوي 6 و 125 وناقص 3، بينما بالكارتيزيان راح تساوي لي ناقص 3.4، 4.9 ناقص 3. هاي الاكس وهاي الواي مالتها وهاي الزد مالتها. فاريد اوجد الفكتر مالتها، الفكتر اللي هو قلنا احداثيات هاي النقطة ناقص احداثيات نقطة الاصل اللي هي 0 0 0،
فراح يكون ناقص 3.4 أي إكس زائد 4.9 أي واي زائد ناقص 3 أي زد. البعد من البي إلى الـ الأوريجين اللي هي نقطة الأصل راح يكون قيمة هذا الفكتر، يعني ناقص 3.4 تربيع زائد 4.9 تربيع زائد ناقص 3 تربيع، فراح يطلع لنا. المطلب الآخر اللي هو البي، البي يريد الكيو perpendicular to the z axis. إذا perpendicular to the z axis يعني من الكيو، من نقطة الكيو العمود إيش قد طول العمود اللي واصل إلى ال z axis. فالبي إحداثياتها x y ناقص 1، البي إحداثياتها x يساوي 3، y يساوي ناقص 1، والz تساوي 4. ومثل ما نعرف ان الz axis القيمة x وقيمة y مالتهم تساوي 0، يعني كل النقاط اللي واقع على الz axis احداث نقطة x ونقطة y بها تساوي 0 فقط، تحتوي على الz. فاذا انا اريد العمود على الz axis من الq الى الz axis معناتها الz نفسه، الz نفسها الزت هنا تساوي 4 بالإحداثي الزت أو بالزت أكسس أختار نقطة 0 و0 و4. واضح الكلام؟ يعني هسه المطلب يقول الكيو perpendicular to the زت أكسس، الزت أكسس الأكس تساوي 0 الواي تساوي 0 فقط عند قيمة الزت. بس هنا نجد قيمة الزت بما أنه جاي العمود، فإذا الزت اللي على زت أكسس هي نفس الزت اللي بالكيو، نفس الزت اللي بالكيو هنا. طبعا هذا ناقص 3 هي 4 مو ناقص 3، فهنا هذا خطأ. فهذا الزت أكسس قلنا إحداثيات الأكس مالته دائما تكون 0، الواي دائما تكون 0، يحتوي على فقط الزت. الزت هنا ايش اختارها؟ هو راد الكيو او راد ايش قد طول العمود من الكيو. فبما انه الزت بالكيو هي 4 فاختار 0 و0 و4. فهسه اقدر اني اوجد 3 اي اكس، اوجد الفكتر بالبدايه 3 اي اكس زائد ناقص 1 اي واي. أربعة ناقص أربعة، أربعة ناقص أربعة تساوي صفر، فراح يكون طول هذا العمود، راح يكون هذا طول العمود اللي هو 3 تربيع زائد ناقص 1 تربيع. يعني لو قال لو قايل من الكيو عمودي على الواي راح أقول أخذ نفس الواي، الواي هنا نجقيت ناقص 1، مثل ما نعرف الواي قيمة النقاط اللي واقع على الواي اكسس او على محور الواي الاكس مالتها صفر والزيت مالتها صفر، فراح اخذ صفر بناقص واحد بصفر، اخذ نفس الواي مالتي الكيو. لو قايل عمودي على الاكس اكسس، عمودي على الاكس اكسس النقاط اللي واقع على الاكس اكسس الواي والزيت مالتها صفر، فراح اختار ثلاثة بصفر بصفر وأوجد الديستانس فيكتر، الديستانس فيكتر بالطريقة الإحداثيات نقطة ثانية ناقص إحداثيات الأولى وأوجد البعد. المطلب الثالث اللي رايده بهذا المثال رايد الديستانس بين البي وبين الكيو، مثل ما الكيو هي أساسا منطيني إياها، الكيو منطيني إياها بالكارتيزيان، البي أنا حولتها الى الكارتيزيان، راح اقول احداثيات الكيو ناقص احداثيات البي، فش يصير 3 ناقص ناقص 3.4 يصير زائد اي اكس، اوجد الديستنس فيكتور وبعدين القيمه مالته اوجدها، ناقص 1 ناقص 4.9 اي واي، 4 ناقص ناقص 3 يصير 7 اي زد، وأوجد
قيمة هذا الفكتور يعني 6.4 تربيع زائد ناقص 5.9 تربيع زائد 7 تربيع. عندي مثال، وهذا المثال يعني مثال مهم، أمثلة من هذا النوع أمثلة مهمة. يريد حول، عندي فكتور اللي هو الـ W يساوي X ناقص Y، W يساوي X ناقص Y أي Y، يريد نحوله إلى الإحداثيات الأسطوانية، إلى Cylindrical Coordinate. Cylindrical Coordinate، فهذا عندي أنا الفكتور اللي اسمه الفكتور W، منطينيا بالكارتيزيان، يريده من عندي بالسلندريكال. المطلب الثاني منطيني فيلد فكتور F، فكتور معين F يساوي، منطيني هذا الفكتور، give the field vector F in Cartesian coordinate، منطيني بالاسطواني نظام السلندريكال، يريده بالكارتيزيان كوردينيت. فنجي على المطلب الأول اللي هو مطلب أي، هذا الفكتور يريد الحونة، منطيني بالكارتيزيان، يريد الحوله للسلندريكال كوردينيت. فال W شي يساوي ال W X ناقص Y A Y، يعني هنا أنا عندي فقط بال A Y، ال A X تساوي لصفر، ما عندي قيمة باتجاه ال X، ما عندي قيمة باتجاه ال Z، عندي فقط قيمة واحدة اللي هي قيمة واحدة باتجاه ال A Y، باتجاه ال A Y. فهذا قلنا ناخذ هذا القانون اللي راح ناخذه، هنا ال A X راح أخليه صفر، لأنه هذا الفكتور أنا ما عندي أي إكس، فراح أخليه هنا صفر. الأي واي شقد قيمته؟ إكس ناقص واي، هذا الأي واي. الأي زد ما عندي أي زد، إذن القيمة مالته صفر. فال W R وال W Phi وال W Z حسب هاي المعادلة، هاي اللي أخذناها قبل شوية، هاي الماتريكس كوساين فاي ساين فاي صفر. فإذا أريد آني ال W R، ال W R شو يساوي لي؟ الصف الأول في العمود، في هذا العمود، فكوساين فاي في صفر صفر، ساين فاي في X ناقص Y، إذن يساوي X ناقص Y ساين فاي، زائد صفر في صفر، إذن ال W R هذا اللي هو X ناقص Y ساين فاي. ال W فاي، ال W فاي راح أخذ الصف الثاني في هذا العمود، فال W فاي شي يساوي لي؟ ناقص فاي في صفر اللي هو صفر، زائد كوساين فاي، كوساين فاي في اكس ناقص واي، زائد صفر في صفر. الدبليو زد صفر في صفر، الصف الثالث في هذا العمود، اول واحد صفر في صفر، زائد صفر في اكس ناقص واي ايضا صفر، زائد واحد في صفر. فاذا عندي قيمتين فقط، الدبليو ار والدبليو فاي. الدبليو ار شو تساوي لي؟ X ناقص Y ساين فاي، إذن ال W راح ال W أو الفكتور كله X ناقص Y ساين فاي اللي هي هاي AR، AR باتجاه ال R، AR أو تنكتب A رو، ممكن AR أو A رو، زائد ال W فاي X ناقص Y كوساين فاي أي فاي، زائدا صفر في أي زت، صفر أي زت. إذن هسه تحول هذا إلى الأيرو والأي فاي والأي زت،
بقى انه عندي هاي القيم اللي هي اكس ناقص واي، لان احنا نريد نحول الى الاحداثيات الاسطوانية، فلازم اتخلص من الاكس ومن الواي. الاكس اعوضها ار كوساين فاي، الواي اعوضها ار ساين فاي. فهنا انا مكان الاكس راح اقول ار كوساين فاي ناقص ار ساين فاي ناقص ار ساين فاي ساين فاي اي ار زائد هنا. هنا أنا ايضا ار كوساين فاي ناقص ار ساين فاي كوساين فاي اي فاي. اذا الدبليو الكلية راح اطلع الار عامل مشترك كوساين فاي ناقص ساين فاي، فراح ايش يبقى؟ تبقى هاي الساين ساين فاي اي ار زائد كوساين فاي اي فاي. نجي على المطلب الثاني، عندي هذا الفكتر، هذا الفكتر منطنيا بالسلندريكال الاحداثيات الاسطوانية، فالمطلوب من عندي تحويله الى الكارتيزيان، فاوجد المركبات حسب القانون. هنا لو نباوع انه هذا الفكتر هو فقط بمركبة واحدة اللي هي باتجاه الـ AR. احنا قلنا الفكتر بالسلندريكال بـ أي فاي او بـ AR او أي رو، الـ R مرات AR او أي رو و أي فاي و أي زت. فهنا انا عندي فقط مركبة واحدة اللي هي هاي الـ AR. الـ أي فاي والـ أي زت، الاي فاي والاي زد هذول يساوون صفر. فعندي اذن الاف ار يساوي ار كوساين فاي، لانه يعني فقط باتجاه الار. الاي فاي والاي زد صفر، فنستخدم هذا الماتريكس، هذا قانون الماتريكس، واحد يحفظه، هذا ينحفظ الماتريكس للتحويلات، وبعض الاحيان ينطي ويا الاسئلة هاي التحويلات. عندي الـ fx راح تساوي لي، قلنا من عملية الضرب أضرب الصف، أريد أوجد أول واحد، أضرب أول صف في هذا العمود، أريد أوجد الـ fy أضرب ثاني صف في هذا العمود، أريد أوجد الثالث واحد، فأضرب ثالث صف في هذا العمود. فالـ fx راح تساوي الـ fx كوساين فاي في r كوساين فاي، يعني راح يساوي r كوساين تربيع فاي. ساين فاي في صفر صفر، صفر في صفر صفر، إذا راح يساوي r كوساين تربيع. أوجد الـ fy ساين فاي في r كوساين فاي، إذا راح يساوي r كوساين فاي ساين فاي. اجي على الاف زت، صفر في ار كوساين فاي صفر، صفر في صفر صفر، واحد في صفر، اذا الاف زت تساوي صفر. فاذا انا وجدت الاف اكس، وجدت الاف واي، وجدت الاف زت، فاذا الفكتر راح يساوي ار كوساين تربيع فاي اي اكس زائد ار كوساين فاي ساين فاي اي واي زائد صفر اي زت اللي هو صفر. فهذا الاف، بس احنا هنا بعد عندي فاي وعندي ار، بعد عندي ار وعندي فاي، فاني اريد، اذا اريد انا احول الى الكارتيزيان يجب ان اتخلص من الفاي واتخلص من الار، اتخلص من الفاي واتخلص، اخليها كلها بدلالة الاكس والواي والزت اتخلص. فعندي هنا الار الار كوساين فاي، الار كوساين فاي هايش اعوضها؟ راح اعوضها اكس. الكوساين فاي بحسب هذا القانون شي يساوي لي اكس على ار، اكس على ار، الار اللي هو تحت الجذر اكس تربيع زائد واي تربيع. فهنا راح القانون شي او الفكتر شي يتحول، بدال الار كوساين فاي راح اخلي اكس،
هاي الكوساين فاي راح أخليها اكس على تحت الجذر اكس تربيع زائد واي تربيع، هذا باتجاه الاي اكس زائد هنا ار كوساين فاي ساين فاي، فهنا الار ساين فاي راح أعوض مكانها واي، الكوساين فاي راح أيضا إيش أعوض كوساين فاي، الار ساين فاي راح تساوي لي واي، هاي الار ساين فاي تساوي واي، الكوساين فاي راح أخلي اكس على تحت الجذر اكس تربيع زائد واي تربيع، وقلنا الاي زد هنا مثل ما نشوف او الاف زد، الاف زد تساوي صفر، عندي فقط الاف اكس وعندي الاف واي، إذن هاي النتيجة النهائية اللي طلعت x في x تربيع x في x على ال r اللي هي x تربيع زائد y تربيع باتجاه ال ax زائد y x على تحت الجذر x تربيع زائد y تربيع. هنا أنا مبسط بعد عمليات أخرى مطلع ال x على تحت الجذر x تربيع زائد y تربيع، فشو هنا شو يبقى x a x زاد y a y. هنا عندي الرينج، الرينج اللي هو حلقة فقط، يعني نتخيلها مثل الخيط على شكل دائرة اللي هو بعد واحد فقط الرينج، وعندي الديسك، الديسك اللي هو تعرفون الديسك اللي هو القرص، وعندي الهول ديسك، الهول ديسك اللي هو القرص اللي يكون مفتوح، القرص اللي يكون بفتحة بالداخل، هذا القرص اللي يكون بفتحة بالداخل، فالقرص هذا أو الرينج، الرينج اللي قلنا الحلقة، الحلقة اللي يكون الداخل مالتها فارغة، يعني فقط دائرة الداخل مالتها فارغة، الرو والزت الدلتا ال يساوي رو دلتا فاي، الدلتا ال يعني الجزء المصغر او الديفرنشال اليمنت، الجزء المصغر يكون رو دلتا فاي، الرو والزت راح يكونون ثابتين، اللي يتغير منه فقط الفاي، الفاي منين تتغير؟ تتغير من الصفر الى ال2 باي، الفاي تتغير من الصفر الى ال2 باي. نجي على الديسك، الديسك احنا قلنا هذا الديسك بعدين متغيرين وبعد واحد ثابت، فهنا الزت يكون هو الثابت، اللي يتغير من هو اللي يتغير هي الرو وايضا تتغير الفاي، فالدلتا اس او الديفرنشال اليمنت الى المساحه هو رو دلتا رو دلتا فاي. حدود الرو منين تتغير؟ الرو تتغير من الصفر الى الاي اللي هو نصف القطر، من الصفر الى الاي، الفاي مثل ما تعرفون واخذناها تتغير من الصفر الى ال2 باي. فرق الديسك عن الهول ديسك، هنا الديسك هذا بفتحة، فحدود الرو منين تتغير؟ من الاي الى البي، الدلتا اس ايضا رو دلتا رو دلتا فاي، الفاي من الصفر الى ال2 باي، بس هنا الرو ما تتغير من الصفر الى الاي، وانما تتغير من الاي الى البي، يعني هنا اكو فراغ بالداخل، اكو فتحة، هذا القرص مو كامل، اكو فتحة داخل هذا القرص، فحدود التكامن منين تكون؟ تكون الفاي من الصفر الى التو باي، ولكن الرو من الصفر او من الاي الى البي، الرو تتغير بين الاي اللي هو نصف القطر الداخلي الى البي اللي هو نصف القطر الخارجي. عندنا قلنا مثل ما بالنظام الاسطواني ثلاث متغيرات اللي هي الدلتا رو، الفاي ما ممكن ناخذ الفاي وحدها، ما ناخذ الفاي وحدها، وانما ناخذ نضربها في الرو اللي هو نصف القطر، فصير رو دلتا فاي، والزت ناخذها نقدر نقول عليه دلتا زت، فهنا دا يوضح ليش دا نضرب الرو بالدلتا فاي، ليش نضرب، وهذا الجزء المصغر وهذا الرسم التوضيحي وهذا يمثل الجزء المصغر، فهذا القانون او هذا القوس، هذا ايش قد قيمة هذا القوس، هذا اللي دا اشر عليه هو رو دلتا فاي،
رو دلتا فاي. إذا أنا أخذت جزء من هاي الزاوية كلها اللي هي دلتا فاي، هذا القوس اللي هو نصف القطر في الزاوية. لكن الملاحظة المهمة أنه نصف القطر في الزاوية يجب أن تكون الزاوية بنظام الراديان، يعني مو الزاوية 180 أضرب نصف القطر في 180، لا، أضرب نصف القطر مثلا في باي، الباي بالراديان تساوي 180 بالدرجات. ومثل ما قلنا محيط الدائرة، محيط الدائرة شي يساوي لي نصف القطر في 2 باي، نصف القطر في 2 باي. مثل ما نعرف أنه الزاوية للدائرة إذا كانت الزاوية دائرة كاملة شقد 360 درجة، بنظام الراديان اللي 360 شقد هي 2 باي، إذن الزاوية هي 2 باي في نصف القطر، ينطيني محيط الدائرة اللي هو شقد طول الدائرة، شقد طول الدائرة. وهنا هذا الرسم اللي يوضح ليش نضرب الروب الدلتا فاي. نجي على راح ندخل بالتكامل الثلاثي اللي هو التريبل انتجرال. التريبل انتجرال راح اخذ، اذا انا عندي مثلا هذا الحجم او هذا التكامل، شلون اجري عملية التكامل؟ يعني بعض الطلاب قالوا احنا ما ماخذين التكامل الثنائي وما ماخذين التكامل الثلاثي. فاذا انا عندي هاي المعادلة، عندي هاي المعادلة واريد اكاملها، اكس تربيع واي تربيع زد تكعيب دلتا اكس دلتا واي دلتا زد، هنا انا اخذ المتشابهات. يعني بالبداية اجري عملية تكامل بالنسبة للإكس تربيع وأعتبر الواي والزت هذول ثابتين كأنه رقم. شلون أني أجري عملية تكامل مثلا 5X، الخمسة ثابتة أكامل بس بالنسبة للإكس، يصير 5X تربيع على 2. فأني راح بالبداية أكامل بالنسبة للإكس وهذول يعتبرون ثوابت. ف التكامل الثلاثي إذا كان مضروبين، إذا كانوا هذول مضروبين، يعني X تربيع Y تربيع Z تكعيب دلتا X دلتا Y دلتا Z، هنا الـ X تربيع مضروبة بالـ Y تربيع مضروبة بالـ Z تكعيب، فأخذ أعزلهن، يعني الـ X-ات أخليه ويا الـ دلتا X، فراح يصير X تربيع دلتا X مضروب في واي تربيع دلتا واي زد تكعيب دلتا زد. واضحة عملية التكامل؟ نفصل بين التكاملات لكل متغير، يعني اخذ الاكس تربيع، شكو عندي اكسات اخذهن دلتا اكس، شكو عندي واي فد فاكتر بي واي دلتا واي وكاملة، شكو فاكتر بي زد، شكو شغلات بها زد دلتا زد. فراح التكامل شي يصير، يصير ثلاث تكاملات، اكس تربيع دلتا اكس من الصفر الى الواحد، واي تربيع دلتا واي من الصفر الى الواحد، وزد تكعيب دلتا زد من الصفر الى الواحد. فالاكس تربيع تكاملها اكس تكعيب على 3، الواي تربيع هي واي تكعيب على 3 ومن الصفر للواحد، والزد تكعيب اللي هي زد أس 4 على 4 من الصفر إلى الواحد. بعدين أدي أعوض بالأكس، هنا أنا واحد ناقص نوب، أعوض بالأكس صفر مثل ما تعرفون تكاملون، فيطلع 1 على 3 ناقص صفر اللي هو 1 على 3. هنا أنا أيضا واي تكعب على 3 أعوض بالواي 1 وبعدين ناقص وأعوض بالواي 0، في هنا أعوض بالزت 1 ناقص نبع أعوض بالزت 0 فيصير 1 على 4 فيصير ثلث في ثلث في 1 على 4. زين هنا الحدود مضروبة، هنا الحدود مضروبة، وأبدي كل واحد أخذ على صفحة، يعني أخذ أفصل التكاملات يصير ثلاث تكاملات.
زين إذا كان عملية جمع بين هاي الحدود، إذا كان عملية عندي عملية جمع بين هاي الحدود مو عملية ضرب، فالتكامل شلون راح يصير؟ التكامل شلون راح يصير؟ التكامل راح يصير إنه بالبداية راح أكامل بالنسبة للإكس وأعتبر الواي والزد ثابتين ثوابت هذولي، من أكمل بعدين أكامل بالنسبة للواي وأعتبر الزد ثابت، بعدين أكامل بالنسبة للزد. يعني هسه هنا أنا راح أكامل بالنسبة للإكس، عندي إكس تربيع دلتا إكس، شو يصير؟ يصير إكس تكعيب على 3 زائد هنا أنا هاي الواي تربيع، الواي تربيع قلت أعتبرها ثابتة، فما أقول واي تربيع على واي تكعيب على 3، لا أقول واي تربيع إكس، لأن هي واي تربيع دلتا إكس من أكاملها الواي تربيع هيعتبرها كأنه رقم، كأنه رقم ثابت، فشي يصير واي تربيع إكس زائد زد تكعيب أيضا أعتبرها كرقم ثابت، فشي يصير التكامل مالتها بالنسبة للإكس، تكاملها بالنسبة للإكس هو يساوي زد تكعيب إكس، زد تكعيب إكس. حدود التكامل منين؟ هسه من الصفر للواحد، إذا أنا أعوض بكل إكس أعوض واحد وبعدين أقول ناقص وأعوض بمكان الإكس صفر، مكان الإكس صفر، فراح يصير 1/3 زائد واي تربيع إكس، يعني واي تربيع زائد واي تربيع إكس أعوض بمكان الإكس واحد يعني واي تربيع، زد تكعيب إكس أعوض بمكان الإكس واحد فراح يصير زد تكعيب ناقص أعوض بالإكس صفر، أعوض بالإكس صفر، فراح هنا أنا هذا الحد يصير صفر وهذا صفر وهذا صفر، إذا ناقص صفر. إذا هسه أنا كاملت بالنسبة للدلتا إكس، هسه نفس الحالة طلع لي هنا أنا أكامل بالنسبة للواي، أكامل بالنسبة للواي، الزيت راح أعتبره ثابت، الزيت راح أعتبره ثابت، فثلث دلتا واي من أكاملها شو تصير؟ تصير ثلث واي، واي تربيع دلتا واي من أكاملها تصير واي تكعيب على 3 زائد زد تكعيب، الزد تكعيب قلت اعتبرها الزد راح اعتبرها ثابتة، فشي يصير زد تكعيب واي، وحدود التكامل من اللي وين؟ من الصفر الى الواحد، فراح اعوض بمكان الواي واحد، فراح يصير ثلث في واحد واحد زائد واي تكعيب على 3 ثلث زائد زد تربيع في واحد واحد ناقص، انه بعوض مكان الواي اعوض صفر، راح يصير ناقص صفر. اذا هسه خلصت اني التكامل بالنسبة للدلتا واي، ايش بقالي؟ بقالي اكامل بالنسبة للزد، اكامل بالنسبة للزد، فالثلث راح يصير ثلث زد، ثلث دلتا زد من اكامل يصير ثلث زد زائد ثلث ايضا يصير ثلث زد، زد تكعيب هنا أنا فقط الزد راح تعتبر متغير فأكامل، لأنه أنا دا كامل بالنسبة للزد فيصير زد 4 زد أس 4 على 4، وأيضا أبدي أعوض هنا أنا مكان الزد 1 وناقص الصفر بعدين، فثلث زد ثلث مكان الزد 1 يصير ثلث في 1 ثلث زاد ثلث في 1 أيضا ثلث زاد 1 في 4 4 ناقص الصفر، فيطلع هذا عندي نظام آخر اللي هو النظام الكروي السفيريكال كوردينيت. السفيريكال كوردينيت احنا هسه اخذنا نظامين، نظام الكارتيزيان اللي هي الاحداثيات المتعامدة اللي هي الاكس والواي والزيت، واخذنا الاحداثيات الاسطوانية السفيريكال كوردينيت، وهسه عندي الاحداثيات الكروية، الاحداثيات الكروية اللي هي spherical coordinate ايضا بها ثلاثة coordinate، ثلاثة coordinate او ثلاث محاور، ثلاث اكسسات،
ثلاثة محور آر والفاي آر ثيتا فاي. الآر اللي هو نصف قطر الكرة، الإحداثيات الكروية، الآر راح يكون رقم، الثيتا راح تكون زاوية، حدود الثيتا منين؟ من الصفر إلى الباي، من الصفر إلى الباي. الفاي راح تكون زاوية، الحدود مالتها منين تتغير لوين؟ حدود الفاي من الصفر إلى التو باي. الآر أقل قيمة إلى شقد؟ صفر. وأعلى قيمة إلى شقد؟ أعلى قيمة إلى هي ما لا نهاية. الفكتر بالإحداثيات الكروية وراح يساوي أي آر باتجاه الأي آر، أي ثيتا باتجاه الأي ثيتا، أي فاي باتجاه الأي فاي. ومثل ما أخذنا بالدوت برودكت أنه الدوت برودكت مالت الكوردينات المتشابه أو الإحداثيات المتشابه راح يساوي لواحد، يعني أي آر دوت أي آر راح يساوي واحد، وهاي عرفتوا ليش. أي ثيتا دوت أي ثيتا واحد، أي فاي دوت أي فاي واحد، المختلفات راح يساوي صفر. بالكروس برودكت، الكروس برودكت راح نمشي أي آر أي ثيتا أي فاي باتجاه أقرب الساعة راح ينطيني موجب، عكس أقرب الساعة راح ينطيني سالب. فعندي أي آر كروس أي ثيتا راح ينطيني أي فاي، أي ثيتا كروس أي فاي راح ينطيني أي آر، أي فاي كروس أي آر راح ينطيني أي ثيتا. قيمة الفكتر بالإحداثيات الكروية مثل ما أخذنا أنه ربع القيم مجموع مربعات القيم تحت الجذر، فكتر لينث، الفكتر لينث اللي هو أي آر تربيع زاد أي ثيتا تربيع زاد أي فاي تربيع تحت الجذر. هذا الرمز اللي هو دائرة وخط أفقي، خط أفقي نسميه ثيتا، نسميه ثيتا. الدائرة والخط العمودي نسميه فاي. الدايمنشن مالتها أو الأبعاد مالتها عندي دلتا آر، إذا كان المتغير بالآر نقول عليه دلتا آر، أو آر دلتا فاي، هاي الآر دلتا ثيتا، آسف آر دلتا ثيتا، آر دلتا ثيتا، وعندي آر ساين ثيتا دلتا فاي. الآر أما دلتا آر أو آر دلتا ثيتا أو آر ساين ثيتا دلتا فاي، هاي الأبعاد مال هاي الديفرنشيال إليمنت. الديفرنشيال إليمنت اللي هو الجزء المصغر من الكرة، الجزء المصغر من الكرة راح يكون دلتا آر، إذا كان الآر متغير نقول دلتا آر، وإذا كانت الثيتا متغيرة آر دلتا ثيتا، وإذا كانت الفاي متغير، الفاي المتغير راح نقول آر ساين ثيتا دلتا فاي، آر ساين ثيتا دلتا فاي. اللينث اللي هو الطول، بالطول عندي جزء متغير أو بارت واحد متغير والبعدين الآخرين ثابتين. فأما يكون الثيتا والفاي متغير أو ثابتين فالدلتا L راح يكون دلتا R، دلتا R. ليش؟ لأن الطول هو بعد واحد فقط مثل الخط المستقيم، الخط المستقيم هو فقط طول، يعني مو طول وعرض ولا هو ثلاث أبعاد مثل الحجم. فإذا كان عالي لينث أو طول عندي، عندي فقط بعد واحد متغير وعندي بعدين ثابتين، بعدين ثابتين. فإذا كان التغير بالآر فعند الدلتا L هو دلتا R، إذا كان المتغير بالثيتا فعند الدلتا L مثل ما قلنا نضرب نصف القطر في الزاوية، القوس طول القوس ونصف القطر في الزاوية، فراح يكون R دلتا ثيتا بحالة أنه الR والفاي ثابتين. إذا كانت الR ثابتة الفاي ثابتة، من المتغير راح يبقى المتغير الثيتا، فالدلتا L راح تساوي لي R دلتا فاي، R دلتا فاي.
إذا كان عندي الـ R والـ ثيتا ثابتين، إذن الـ فاي هي المتغيرة. فالدلتا L ما أقول R دلتا فاي، لا، R ساين ثيتا دلتا فاي، R ساين ثيتا دلتا فاي. واضحة؟ R ساين ثيتا دلتا فاي. السيرفيس اللي هو السطح، مثل ما نعرف السطح اللي هو المساحة، السطح أو المساحة اللي يكون بعدين. فإذا هنا عندي بعدين متغيرين وبعد واحد هو الثابت، يعني عندي الار والفا أو الار ثيتا فاي، اثنين من عندهم يتغيرون، اثنين من عندهم يتغيرون وواحد ثابت. فعندي إذا كانت الار ثابتة فراح يكون الدلتا اس ار تربيع ساين ثيتا دلتا فاي، دلتا ثيتا دلتا فاي، ار تربيع الدلتا اس راح شو تساوي لي؟ الدلتا اس ار تربيع ساين ثيتا دلتا فاي، اللي هنا شو يكون؟ تكون سيرفيس اوف سفير، السيرفيس اوف سفير اللي يعني سطح كرة، كرة مجوفة، كرة المجوفة يعني مثل كرة القدم، مثل كرة القدم. شلون المساحة السطحية للكرة؟ فالديفرنشيال إليمنت إلى هذا راح يكون R تربيع ساين ثيتا دلتا ثيتا دلتا فاي. مثل ما قلنا الثيتا تتغير منين لوين؟ الثيتا حدودها من الصفر إلى الباي، الثيتا حدود الثيتا من الصفر إلى الباي، حدود الفاي من الصفر إلى التو باي، حدود الفاي من الصفر إلى التو باي. مثال يقول أوجد السيرفيس أريا المساحة السطحية لكرة أو في سفير الراديوس مالتها أي. فهنا أنا عندي يريد بهذا المثال أوجد للمساحة السطحية إلى الكرة، أوجد المساحة السطحية إلى الكرة، نصف القطر مالتها أي. فإحنا قلنا الديفرنشيال إليمنت، الديفرنشيال إليمنت هو دلتا أس يساوي آر تربيع ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي. دلتا أس هو آر تربيع ساين ثيتا دلتا ثيتا دلتا فاي. فلازم أكامل هذا الديفرنشيال إليمنت الجزء المصغر أكامله حتى أوجد الجزء الكلي. حدود التكامل الثيتا مثل ما قلنا من الصفر إلى الباي، والفاي من الصفر إلى التو باي. الآر ثابتة، الآر ثابتة، نعوض مكان الآر يساوي أي، فراح تطلع مكان الآر تربيع أخلي أي تربيع صارت. ساين ثيتا دي ثيتا أخذ الساين ثيتا دي ثيتا أكاملهم، ساين ثيتا دي ثيتا تتكامل، وعندي الدلتا فاي تتكامل، مكان الار تربيع خليت اي تربيع. الساين ثيتا مثل ما نعرف التكامل مالت الساين ثيتا راح يصير ناقص كوساين ثيتا، ومن اخلي من الصفر للباي راح تطلع لي نتيجة التكامل تساوي 2. وهنا الدلتا فاي التكامل مالتها راح يكون فاي، التكامل مالتها راح يكون يساوي لي فاي، بعدين اعوض حدود التكامل من الصفر الى 2 باي، اذا راح يطلع لي 2 باي. فاذا هنا عندي 2 في 2 باي راح يصير 4 باي اي تربيع، وهاي المساحه السطحيه الى الكره، مساحه السطحيه الى الكره. بحاله ان الثيتا ثابته، بحاله ان الثيتا ثابته، فشنو اللي متغير؟ المتغير عندي الار وعندي الفاي، الار والفاي. هنا مثل ما اذا تتذكرون بالاحداثيات الاسطوانيه قلنا الفاي انا ما اخذها وحده، لازم اضربها من نصف القطر اللي هو كان رو، اقول رو دلتا فاي. اذا تتذكرون بدايه المحاضره هاي شرحناها بالاحداثيات الكرويه
الفاي ما أضربها بالرو، لا لازم أضربها بآر ساين ثيتا. بالإحداثيات الكروية الفاي ما أخذها وحدها، أضربها مو بالآر، لا أضربها بآر ساين ثيتا. إذن آر ساين ثيتا دلتا فاي دلتا آر، هنا الثيتا صارت ثابتة، الثيتا صارت ثابتة. زين احنا هنا من اذا كانت اعلى قيمه للثيتا ايش قد؟ اعلى قيمه لها هي باي، اعلى قيمه للثيتا هي باي. فبحاله انه الثيتا تساوي باي على 4، الباي على 4، فهذا راح يكون شكل مخروطي متجه الى الاعلى. إذا كانت الثيتا تساوي 4، إذا كانت الثيتا تساوي باي على 2 فراح ينطيني نصف كرة. إذا الثيتا تساوي باي، نجي الثيتا إذا تساوي باي فهذا راح ينطيني دائرة كاملة أو كرة كاملة. إذا الثيتا باي على 2 فراح ينطيني نصف كرة. إذا الثيتا باي على 4 راح ينطيني ربع كرة. هذا الحكي بشرط انه الفاي شو تكون؟ الفاي تكون 2 باي، تكون الفاي 2 باي. فهنا قلنا الثيتا اذا كانت باي على 2 راح يكون هذا كأنه نصف كرة. الفاي منين تتغير؟ الفاي من الصفر الى 2 باي، يعني الفاي تتغير من الصفر لل 2 باي. بس هنا الثيتا ما تتغير من الصفر للباي، وانما من الصفر هاي الثيتا تتغير من الصفر الى الباي على 2. اذا تغيرت من الصفر الى الباي على 2 اذا انا عندي نصف كرة، عندي نصف كرة. زين هنا عندي الثيتا تتغير من الصفر الى 2 باي، وعندي الفاي تتغير من الصفر الى الباي، من الصفر الى الباي مو الى 2 باي. فايش راح ينطيني من هنا لهنا ومن هنا لهنا؟ اذا راح ينطيني ربع كرة، راح ينطيني ربع الكرة. زين هذا الرسم اذا الثيتا تتغير من الصفر الى الباي على 2، والفاي تتغير من الصفر الى الباي على 2، فراح ينطيني ثمن الكرة، يعني 1/8 من الكرة، 1/8 من الكرة. الدلتا في او الديفرنشيال اليمنت، اذا كان انا اريد اوجد الحجم الكلي فاسوي عملية تكامل الى الديفرنشيال اليمنت. الديفرنشيال اليمنت اللي هو الديفرنشيال اليمنت اللي هو جزء مصغر من الحجم. فالدلتا في، الدلتا في قلنا يساوي ار تربيع ساين ثيتا، دلتا ار، دلتا ثيتا، دلتا فاي، ار تربيع ساين ثيتا، دلتا ار، دلتا ثيتا، دلتا فاي. الار منين يتغير؟ من الصفر الى الاي. الثيتا منين تتغير او حدود التكامل مالتها؟ من الصفر الى الباي، من الصفر الى الباي. الفاي منين تتغير؟ الفاي تتغير من الصفر الى التو باي. ومثال منطينا مثال، اوجد الحجم الكرة اللي نصف القطر مالتها، نصف القطر مالتها اي. فراح نجري عملية تكامل. دلتا في قلنا يساوي لي، دلتا في يساوي ار تربيع ساين ثيتا، دلتا ار، دلتا ثيتا، دلتا فاي. فهسه ابدي افصل التكاملات، افصل التكاملات. فعندي الار تربيع، الشغلات اللي بها الار اخذهن وحدهن. فاحنا عندي ار تربيع دلتا ار، الحدود منين؟ من الصفر الى الاي. هسه نجي على الثيتا،
عندي ساين ثيتا دي ثيتا، ساين ثيتا دلتا دي ثيتا. الثيتا منين تتغير؟ إذا كانت كرة كاملة حدود الثيتا من الصفر إلى الباي. نجي على الدلتا فاي واحدة، فقط دلتا فاي حدود التكامل مالتها من الصفر إلى التو باي، من الصفر إلى التو باي. الآر تربيع راح يصير آر تكعيب على ثلاثة، ساين ثيتا اللي هو ناقص كوساين ثيتا، من بدي أعوض حدود التكامل راح يطلع اثنين. الدلتا فاي راح التكامل مالتها يصير فاي، من أعوض بالفاي أعوض حدود التكامل من الصفر إلى التو باي راح يصير تو باي. فراح هنا عندي تو باي وهنا اثنين وهنا آر تكعيب على ثلاثة، آر تكعيب، فراح الناتج يطلع أربعة على ثلاثة باي أي تكعيب، أربعة على ثلاثة باي أي تكعيب. مثل ما أخذنا تحويلات من السيلندريكال إلى الكارتيزيان، راح نأخذ من الاسفيريكال إلى الكارتيزيان، من الاسفيريكال إلى الكارتيزيان، من الإحداثيات الكروية إلى المتعامدة، أو بالعكس من المتعامدة إلى الكروية. فهاي الإحداث، هاي رسم الإحداثيات، هاي عندي الثيتا، الثيتا، وهنا عندي هاي الفاي، وهذا الآر اللي هو من نصف من نقطة الأصل إلى نصف قطر الكرة. القوانين مالتنا عندي الآر هاي حتى أحول من الكارتيزيان إلى الاسفيريكال، حتى أحول من الكارتيزيان إلى الاسفيريكال، يعني عندي إكس وواي وزد أريد أحول إلى الآر وثيتا وفاي، أريد أحول إلى الآر وثيتا وفاي. فالآر يساوي X تربيع زائد Y تربيع زائد Z تربيع تحت الجذر. هاي قوانين وهذا التوضيح مالتين، هذا التوضيح مالتين. فالR شو يساوي لي تحت الجذر؟ X تربيع زائد Y تربيع زائد Z تربيع. الثيتا تان إنفرس تحت الجذر X تربيع زائد Y تربيع على Z. الفاي يساوي تان إنفرس Y على X. هاي القوانين حفظ، هاي القوانين تحفظوها، هاي القوانين شو وقت احتاجها؟ احتاجها حتى احول او اوجد الار ثيتا فاي من عندي الاكس والواي والزت، حتى احول الى السفيريكال، من الكارتيزيان احول او من الكارتيزيان الى السفيريكال كوردينيت، كونفيرت من الكارتيزيان للسفيريكال كوردينيت. زين اذا بالعكس، اذا بالعكس انا عندي سفيريكال واريد الكارتيزيان، فالاكس هاي القوانين مالتها من السفيريكال الى الكارتيزيان، الاكس شو يساوي؟ ار ساين ثيتا كوساين فاي. الواي تساوي ار ساين ثيتا ساين فاي، والزت تساوي زت تساوي ار كوساين ثيتا. ايضا هاي القوانين تنحفظ، هاي القوانين مطلوب حفظها، انه هاي القوانين اللي هي تحول من السفيريكال الى الكارتيزيان، من السفيريكال الى الكارتيزيان. بالفكتر عندي هاي مثل ما اخذنا الماتريكس، هاي الماتريكس اذا انا كان مطلوب من عندي احول من السفيريكال الى الكارتيزيان، فهذا الماتريكس الاي اكس اضرب الصف الاول اللي هو هذا الصف في هذا العمود، الاي واي اضرب الصف الثاني في هذا العمود، اضرب الصف الثالث اذا اريد الاي زد اضرب الصف الثالث في هذا العمود، هذا العمود اللي هو اي ار اي ثيتا اي فاي، اي ار اي ثيتا اي فاي، هذا اللي هو باللون الاخضر. اذا اريد احول بالعكس، اريد احول من الكارتيزيان، انا من الكارتيزيان رد أحول إلى السفيريكال، فالأي آر شي يساوي أضرب الصف الأول في هذا العمود،
من الكارتيزيان إلى السفيريكال. أي ثيتا أريد الأي ثيتا أضرب هذا الصف في هذا العمود، أريد الأي فاي أضرب الصف الثالث في هذا العمود. فراح أخذ مثال، عندي نقطة، هاي النقطة الـ R6 الثيتا 110 الفاي 125، وعندي نقطة أخرى اللي هي الـ Q منطينيها بالكارتيزيان كوردينيت X3 Y ناقص 1 وZ4. يريد الدستنس أولا منين لوين؟ من الـ Q إلى الـ Origin، من الـ Q إلى الـ Origin، من الـ Q إلى الـ Origin هاي سهلة لأنه الـ Q هي أساسا إحداثياتها، أساسا الإحداثيات بال يعني بالكارتيزيان كوردينيت. فعندي أول عملية اللي نسويها، أول عملية اللي نسويها إنه نحول إحداثيات البي، إحداثيات البي نحولها إلى الكارتيزيان. فمثل ما نعرف الأكس أخذنا هاي القوانين، الأكس شو تساوي لي R sin theta cosine phi، وهنا أنا عندي الواي R sin theta sin phi، والزات هي R cosine theta، فطلعت البي. فإذا البي طلعت هاي عندي بالكارتيزيان كوردينيت. فالمطلب أي الكيو هو مثل ما قلنا هو منطيني بالكارتيزيان، فأوجد الفكتر أو البوزيشن فكتر مثل ما قلنا سميناه البوزيشن فكتر اللي هو إحداثيات الـ Q ناقص إحداثيات نقطة الأصل هو AX AY AZ. يعني هنا الـ Q راح يصير 3 AX ناقص 1 AY زائد 4 AZ. قيمة هذا البعد من الـ Q إلى نقطة الأصل هو قيمة هذا الفكتر، قد طول هذا الفكتر. شلون نوج طول الفكتر؟ نوج طول الفكتر قيمة هاي يعني أربحهم أجمعهم، أربحهم وأجمعهم والناتج النهائي أخذ له جذر، يعني يصير 9 زائد 1 زائد 16 الكل تحت الجذر. المطلب بي، المطلب بي شو يريد؟ يريد بي perpendicular to the y axis، perpendicular to the y axis. إحنا هاي إحداثيات هاي النقطة بي، زين اللي إحداثيات اللي هي عمودة على الواي أكسس، فقلنا الواي أكسس النقاط اللي واقع على الواي أكسس الإحداث الأكس مالتها تساوي صفر، إحداث الزت مالتها تساوي صفر. آخذ إحداث الواي مالتها، آخذ نفس إحداثي الواي مال هاي النقطة، نفس إحداثي الواي مالت هاي النقطة، راح يصير صفر 4.6 صفر. صفر 4.6 صفر. فالدستنس فكتر أو البعد مال هذا العمود راح يساوي، راح شي يساوي 3 من هذا من النقطة 3.23 أي أكس ناقص 2 أي زد ناقص 2 أي زد. فالبعد راح شي يساوي 3.23 تربيع زاد ناقص 2 تربيع. يعني أنا عندي هاي النقطة، عندي هاي النقطة، قلنا هو إيش قايل؟ نرجع إلى السؤال، يقول perpendicular to the y axis، perpendicular to the y axis، إذن عمودي على الواي، إذن هذا إحداث الواي axis. قلنا الأكس صفر، الواي أخذها نفس الواي مالت هاي النقطة، الواي أخذها نفس الواي مالت هاي النقطة، والزد صفر. فمن أنقص هنا لازم تكون ناقص 3، ناقص 3.23 أي أكس 4.6 ناقص 4.6 صفر بالأي واي، ناقص 2 أي زد ناقص صفر يصير ناقص 2 أي زد. قيمة هذا الفكتر، قيمة هذا الفكتر أذن هاي ربحها زائد مربع ناقص 2 وتحت الجذر. المطلب سي
يريد الدستنس من البي الى الكيو، احنا حولنا البي وحولنا الكيو، هي اساسا بالكارتيزيان كوردينيت، البي حولناه الى الكارتيزيان اللي هي هاي النقاط، فراح اوجد الدستنس فكتور احداثيات البي ناقص احداثيات الكيو، احداثيات البي ناقص احداثيات الكيو، وبعدين اوجد القيمة الى هذا الفكتر اللي هي اربعهم اجمعهم، اجمع مربعاتهم تحت الجذر. هنا هو منطي بالهومورك، منطيك هومورك. المثال الاخر عندي هنا هذا الفكتر فيلد، فكتر مجال، فكتر فيلد او متجه الفكتر، متجه المجال منطينيا بالكارتيزيان كوردينيت، يريد حوله للسفيريكال كوردينيت. احنا ماخذين الماتريكس القوانين مالته، اخذنا القوانين منطينيا هو بالكارتيزيان، فانا اريد السفيريكال، فاخلي نباوع انه هنا هذا وفقط اي واي، فقط اي واي بمركبة فقط بالاي واي، الاي اكس مالته والاي زت مالته صفارة، فاذا هنا الاي اكس مالته صفر، الاي واي ايش قد قيمتها؟ اكس ناقص واي، اذا اخلي هنا اكس ناقص واي، الاي زت ايش قد القيمه مالتها؟ القيمه مالتها صفر، القيمه مالتها صفر. فهذا الماتريكس، هذا اجعل هذا الماتريكس مفروض اني حافظه، او اذا ما حافظه فعندي جدول بهاي التحويلات، فاخلي هذا الماتريكس هنا قلنا الفكتور هذا بي فقط بالاي واي، ما بي بالاي اكس ولا بي بالاي زت، فاخلي هذا الماتريكس. فهسه من اريد اوجد الاي ار، الاي ار اضرب الصف الاول في هذا العمود، من اريد الاي ثيتا اضرب الصف الثاني في هذا العمود، يعني اول حد في صفر زائد ثاني حد في اكس ناقص واي زائد ناقص ساين ثيتا في صفر، من اريد الاي فاي ناقص ساين ثيتا في صفر زائد كوساين فاي في اكس ناقص واي زائد صفر في صفر، فراح طلع لي الدبليو ار مالته، طلعت هاي القيمة، والدبليو ثيتا اللي هي هاي القيمة، والدبليو فاي هاي القيمة. زين هسه احنا نجي بعدنا ما كملت عملية التحويل، لا بعدي ما كملت، لأن بعد عندي الأكس والواي، عندي أكس ناقص واي، فهذني أنا لازم أيضا أحولهن إلى السفيريكال. الأكس تساوي لي تساوي آر ساين ثيتا كوساين فاي مثل ما أخذناها، الواي تساوي آر ساين ثيتا ساين فاي، الواي تساوي آر ساين ثيتا ساين فاي، فالدبليو شرح يصير أكس ناقص، عندي هنا الأكس ناقص واي راح اطلعها عامل مشترك ساين ثيتا ساين فاي ساين ثيتا ساين فاي اي ار، هنا كوساين ثيتا ساين فاي كوساين ثيتا ساين فاي اي ثيتا كوساين فاي اي ثيتا. ايش بقى عندي؟ بقى عندي بس الاكس والواي احولهن الى السفيريكال، فمكان الاكس راح اقول ار ساين ثيتا كوساين فاي ناقص ار ساين ثيتا ساين فاي، وهاي الساين ثيتا هذا راح يبقى مثل ما هو. راح الفرع الاخر او المطلب الاخر عندي الفكتور فيلد اللي هو give the field f in cartesian coordinate if f، اذا هسه عندي الf مطينيا بالسفيريكال، بي فقط مركبه بالاي ار، ما بي بالاي ثيتا ولا بي بالاي فاي، ما بي بالاي ثيتا ولا بي بالاي فاي، عندي هذا الفكتور. اذا الاف ار اللي هي هاي القيمه مالته، الاف ثيتا صفر، الاف فاي صفر، نريد نحول الى الكارتيزيان كوردينيت، الى الكارتيزيان كوردينيت، فحسب هذا المعادله وهذا الماتريكس، الاف ار اللي هي هاي المنطينيها، الاف ثيتا مثل قلنا صفر، والاف فاي ايضا صفر، فاريد اوجد اول واحد الاي اكس، اضرب الصف في هذا،
فراح يطلع ساين ثيتا كوساين فاي في آر كوساين فاي زائد هذا الحد في صفر صفر، هذا الحد في صفر صفر. الأي واي تساوي ساين ثيتا ساين فاي في آر كوساين فاي زائد الحد الثاني في صفر، الحد الثالث في صفر. الأي زيت أيضا كوساين فاي في آر كوساين فاي. فإذا طلعت الأي إكس والأي واي والأي زت، الأي إكس والأي واي والأي زت. زين هسا إحنا خلصت عملية التحويل؟ لا، بعد عندي ثيتا وعندي فاي، فهذني أيضا الآن لازم أحولهن إلى الكارتيزيان. فبما أنه أنا عندي الإكس تساوي آر ساين ثيتا كوساين فاي، الواي تساوي آر ساين ثيتا ساين فاي، الزت تساوي آر كوساين ثيتا. هنا الثيتا تساوي تان انفرس، هاي القوانين ماخذينها تحت جذر اكس تربيع على زت. فاذا الاي اكس راح تساوي الاي اكس، الاي اكس ار كوساين ثيتا، هاي شن عوض ار ساين ثيتا كوساين فاي، ار ساين ثيتا كوساين فاي هاي اكس، R ساين ثيتا كوساين فاي هذا الحد كلش أعوض عنه X. الكوساين فاي هاي الثانية البقت شين أعوض عنه الكوساين، الكوساين أعوض عنه X على تحت الجذر X تربيع زائدا Y تربيع. الأي واي عندي الواي شو تساوي؟ R ساين ثيتا، R ساين ثيتا ساين فاي، R ساين ثيتا ساين فاي، هاي أعوض عنها، أعوض عنها بواي. بقت الكوساين فاي، الكوساين فاي شين أعوض عنها؟ أيضا قلنا X على تحت جذر X تربيع، إذن Y في X على تحت جذر X تربيع زاد Y تربيع. والزيت هنا الأي زيت إن R كوساين ثيتا، الار كوساين ثيتا هذا يساوي للزت، مكان الار كوساين ثيتا زت، تبقى كوساين فاي اعوض عن الكوساين اكس على تحت جذر اكس تربيع زاد واي تربيع. فاذا هاي طلعت الاي اكس وهاي الاي واي وهاي الاي زت، فاخذ هذا عامل مشترك، شو يبقى؟ اكس اي اكس زاد واي اي واي زاد زت اي زت. خلصت المحاضرة مالتنا، شكرا لانتباهكم وإصغائكم.